امبارح اصدرت محكمه التمييز ببيروت قرار بكف يد القاضي فادي سوين واحالت الملف الى قاضي اخر. اعطت انطباع المحكمه وكانه هي ما حكمت امبارح باسم الشعب اللبناني، بل حكمت باسم الطبقه الفاسده بلبنان يلي هي دمرت لبنان ويلي الشعب اللبناني بده انه يغيرها. بعد 6.5 أشهر على انفجار المرفأ ردونا لساعة الصفر، وبذات الوقت قضيوا على آخر أمل كان عنا إياه بالقضاء اللبناني. مشان هيك بدنا نحيل الملف إلى محكمة دولية تجهية تحقق وبذات الوقت تحصل حقوق اللبنانيين وتظهر كل الحقيقة لكل اللبنانيين.